السلام عليكم شباب، شخباركم؟ اياكم احمد، واليوم راح نسوي سكريبت هاكر دلتا. واليوم سكريبتنا ما بالبيوت شباب، راح اطلع لكم السكريبت هسه. طبعا السكريبت اسطوري وتم تحديثه. اوكي، رابط السكريبت بالوصف او مو بالوصف، راح تلقى بسيرفر الديسكورد مالتي. اوكي، اليوم راح لازم نروح على ابلود، ونروح على الجو، ونخلي اللي السكريبت اللي راح تلقونه بالديسكورد تسمونه اي اسم ببالكم. سميته انا سكريبت عملاق. اوكي، بعدين سؤال سكريبت هاي جو، تنزل اللي جو اذا كانت عندك هواي سكريبتات، بعدين سوي الاكسكيوت اللي هي على الجهة اليمين. هسه بعد ما سويت الاكسكيوت راح تنتظر شوي على ما يحمل السكريبت. سكريبت بي شوي العفو بي هواي، بس انا راح اطلع لكم شوي شغلات عن السكريبت. اوكي، احمل السكريبت. هسه انا راح اريكم شغله اسطوريه بالسكريبت. تروح على هاي مال التيشيرت، بعدين تروح على اول وحده. وين اول وحده، هاي اول وحده. تروح على هاي اول وحده، راح يطلع لك اسماء بالسيرفر، تختار اي اسم. انا اخترت هاي، بعدين تدوس هاي الثانيه. لما تدوسه بوم، راح يسوي نسخ للسكن. طبعا شباب اسطوريه، وبيه هواي شغلات انت ممكن تترجمها، او اذا انت تعرف كنت بالفرنسيه لان بعضها فرنسي، راح تطلع شغلات اسطوريه. طبعا للاسف هذا تحدث الهكر، صار الأسوأ، والتحديث القديم كان أسطوري، بس للأسف تم تحديث السكريبت. أوكي شباب، سكريبت ضافوا بي كم شغلة حلوة، بس حثوا هو شغلات كلش أسطورية، بس راح يظهر هو أقوى سكريبت مع البيوت. شوفوا هسا شباب، نسخنا هذا السكن كلش أسطوري، تقدر تحفظ السكنات وتظل عندك. ممكن تقدر تاخذ الراس والمخفي والرجل المكسورة او مقطوعة، تقدر تاخذ الجمباسات اللي اللي شحن. اخترت انا كل الجمباسات، بس راح رايكم ان شاء الله انه اخذت هذا السكوتر. فوق كل هذا راح ناخذ السرعة، يعني شباب اسطورة، يعني تقدر تاخذ حتى الجمباسات، يعني شيء اول مرة يصير مالي، مستحيل. اوكي شباب، شكرا للمشاهدة، ومع السلامة. ولكن لا تنسى تضغط اللايك والاشتراك على مود، يبقى وياك السكريبت. Goodbye.